خلينا نعرف اكتر. هيكون معانا جوفاني بوي الصحفي بجريده لاجازيتا ديل سبورتي الايطاليه، ويعني هنتكلم معاه اكتر عن الدوري الايطالي النسخه الحاليه على وجه التحديد، وفرص كمان المنتخب الايطالي. بدايه طبعا اهلا بيك معانا في قناه النادي الاهلي في السادسه. شكرا لكم، اشكر قناه الاهلي على استضافتي. انه لفخر لي ان اظهر على قناه بحجم قناه النادي الاهلي، فريق من اكثر الفرق المعروفه على المستوى الافريقي واكثر الفرق الافريقيه اللي بتفوز ببطولات، وكان عندي حظوظ كامله جدا ان انا اتابع الاهلي دايما وبتابع دايما المنتخب المصري، وسافرت افريقيا وحضرت مباريات، ومبسوط جدا ان انا موجود هنا. سافرت تونس، اتفرجت على تونس وانجلترا، لكن مصر مختلفة جدا، ودايما عندي شعور جيد نحو مصر والمصريين والكرة الأفريقية في مصر. يشرفنا دايما وجودك في القاهرة أو في مصر في أي مكان. والإيطاليين يمكن بيقولوا عليهم يمكن أكثر شعوب البحر المتوسط يعني قرب من المصريين كثقافة وكلايف ستايل وككل حاجة. فأهلا وسهلا بيك في كل وقت. خلينا نبتدي معاك من نسخه السنه دي للدوري الايطالي الكالتشيو، اللي للاسف الشديد انا يعني كان ليه جماهير كبير جدا في مصر، يمكن اتسحب البساط في الفتره الاخيره شويه لصالح الدوري الاسباني والدوري الانجليزي، لكن السنه دي بنشوف نسخه مختلفه، بنشوف منافسه قويه جدا ما تعودناش عليها في السنوات الاخيره. من وجهه نظرك ايه اهم الاسباب اللي ادت لده؟ في ايطاليا هذا العام لو هنتكلم عن الدوري الايطالي، Sì, parliamo dello Sì, allora بالنسبه للدور الايطالي السنه دي، العام الماضي اليوفي كسب اليوفي البطوله التاسعه التوالي، لكن السنه دي الدنيا متغيره عشان اليوفي كمان اتغير، لان اختار مدرب لسه اول تجاربه زي بيرلو، كان اختيار مش موفق من اندريا انيلي، كمان اندريا انيلي رئيس اليوفي غامر ببيرلو، استغنى عن لعيبه كتير زي سامي خضيره، بعض اللاعبين مشوا وحاول ان هو يحافظ عليهم لكن ما قدروش يحافظوا على اللعيبه اللي كانت مديهم قوه. لكن السنه دي الانتر السنه دي بتحكم بكتير في الدوري الايطالي ومتصدر الدوري، واليوفي خزل جماهيره السنه دي، والخزلان ده جه من خروج اليوفي من دوري ابطال اوروبا اللي اثر على مستوى الفريق بالسلب، والانتر هو اللي هيكسب الدوري السنه دي. من وجهه نظرك المنافسه اصبحت محسومه، ولا من الوارد او من الممكن انه اي سي ميلان او اليوفي يدخلوا في منافسه مع الانتر على الصداره؟ الانتر السنه دي يعتبر 90% هو بطل الدوري الايطالي، فريق ماشي بخطى ثابته، بيقدم اداء جيد كل مباراه اكتر من الثانيه، وما عندوش غير الدوري الايطالي اللي هو يقدر يقاتل عليه، فالانتر بنسبه كبيره بطل الدوري الايطالي السنه دي. المنافسه السنه دي او شكل المنافسه السنه دي يخليك تتوقع انه الانديه الايطاليه وخصوصا الانتر واي سي ميلان، ما اقدرش ابعده عن الصوره لانه برضو مقدم موسم مميز السنه دي، هل تتوقع يكون ليهم فرص للمنافسه وعوده الانديه الايطاليه بقى بقوه للمنافسه على البطولات الاوروبيه، ولا ده من وجهه نظرك يحتاج شويه وقت؟ بصوره كويسه جدا السنه دي، بنسكي الانتر بنسكي الميلان انكي لا يوفي بوسنو فينشري، الميلان بدا كويس جدا، صدر الدوري الدور الاول، محدش كان متوقع ان هو يرجع بالطريقه دي في الدوري الايطالي، لكن عانى من بعض المشاكل زي ما بيحصل دايما، اللي مع مدرب بيولي مدرب الميلان انه دايما بيبدا كويس وبيجي في النص ودايما بيلاقي معاناه. للاسف بيولي مسؤول عن تراجع مستوى الميلان، كمان المعامله الزايده اللي بيلاقيها ابريموفيتش بينه وبين زمايله، كل الحاجات دي اثرت بالسلب على الميلان ورجعت الفريق بعد ما كان بينافس بقوه على البطوله. عن فرص الانديه الايطاليه في النسخه اللي جايه او النسخ اللي جايه من البطولات الاوروبيه، من وجهه نظرك ايه حظوظهم او فرصهم او قدرتهم على المنافسه على تحقيق الالقاب؟
في الحقيقة الموضوع ده عامل قلق كبير جدا لجماهير اليوفي، لأن بعد تعادل امبارح في الديربي هم حسوا ان خلاص الموضوع بالنسبة للدوري الإيطالي صعب، لكن اللي هو ما يقدرش يصعد كمان دوري أبطال أوروبا فدي هتبقى شيء صعب لجماهير اليوفي والإدارة اليوفي، هيبقى أمر صعب جدا بعد خسارة الدوري. بمناسبة كلامك عن اليوفي بعد التعادل الأخير مع تورينو، كان في كلام أو بعض التقارير والأخبار اللي بتقول إنه أندريا بيرلو يقترب من الرحيل عن اليوفي، إيه صحة الكلام ده؟ وهل تتوقع إنه ده ممكن يحصل في وسط الموسم؟ أندريا بيرلو عنده فرصة وحيدة للبقاء في اليوفي هذا العام، لو فاز بكاس إيطاليا ممكن يقعد، لكن لو ما كسبش كاس إيطاليا فهيكون خروجه رسمي زي ما قال أندريا أنييلي المدرب الإيطالي، إن احنا فرصته الأخيرة كاس إيطاليا والصعود أكيد لدوري أبطال أوروبا. طيب سؤالي اللي جاي متعلق بتحديدا إنتر ميلان واليوفنتوس. اليوفنتوس في حالة عدم فوزه ببطولة الدوري أو تحقيق مركز يتيح لي المشاركة في دوري أبطال أوروبا، نجومه هيبقى عندها مشكلة كبيرة وأغلبهم هيتحرك فكرة أنه يطلع برا اليوفي أو يتعاقد مع فرقة هيكون عندها فرصة اللعب في تشامبيونز ليج، وبتكلم تحديدا على ناس أو أسماء كان عليها كلام كتير زي كريستيانو رونالدو زي باولو ديبالا، ده فيما يتعلق باليوفي. الانتر تألقه السنة دي مع كونتي بيخلي انه أبرز نجومه تبقى محل اهتمام كتير من الأندية، وده برضو بيهدد فرص الانتر في الفترة اللي جاية. أتكلم معاك شوية عن الانتقالات فيما يتعلق بالناديين دول يوفنتوس وانترناسيونالي. هل احنا بنتكلم عن أفضل اتنين لعيبة مش في إيطاليا بس أو في العالم بنتكلم، لكن لا، كريستيانو رونالدو يمشي ديبالا يقعد، ديبالا يقعد كريستيانو يمشي، فما اعتقدش ان اليوفي يقدر يغامر مغامره زي دي، خصوصا ان هم خسروا الدوري الايطالي واحتمال عدم صعودهم لدوري ابطال اوروبا. لكن ما اقدرش اقول ان ديبالا وكريستيانو رونالدو ما فيش اداره في العالم او حد يقدر يفكر ان هو يتخلى عن الاثنين اللعيبه دول. ديبالا ممكن الاقرب للمغادره، لكن كريستيانو رونالدو استحاله ان هو يمشي من اليوفي، ولسه الميركاتو جديد، في لعيبه كتير هم بيتفاوضوا معاهم لكن لسه هم مستنيين كاس ايطاليا. طيب فيما يتعلق بالانتر كلام كتير عن اهتمام انديه اكتر من نادي الحقيقه بضم عدد من نجوم الفريق يمكن ابرزهم لوتارو مارتينيز، معاهم لوكاكو، اريكسن السويدي. هل تعتقد انه انتر ميلان او انترناسيونالي قادر على انه يحافظ على نجومه، خصوصا انه اعتقد في حاله تحقيقه لقب الدوري هيبقى عنده رغبه في المنافسه على نسخه السنه اللي جايه من دوري الابطال؟ القصه في الانتر مختلفه، الصينيين ماشيين بخطى ثابته وعندهم فكر مختلف عن فكر الاداره الايطاليه، استحاله يصعدوا دوري ابطال اوروبا وياخدوا الدوري ويفرطوا في لوكاكو خاصه لوكاكو اللي بيقدم مستوى واداء اكتر من مبهر وعامل حاله كبيره في الانتر، فكله بيتكلم وكله طالب لوكاكو، لكن اداره الصينيه استحاله يفرطوا فيه. لكن إريكسن بالنسبه له الوضع كان ممكن يختلف لان هو ما خدش مباريات كتيره، بيلعب احسن في انجلترا واحتمال عودته للدوري الانجليزي مره اخرى. لكن لوكاكو استحاله تفريط في لوكاكو من اداره الانتر، الصينيين عندهم خطه وعندهم مشروع ماشيين عليه وناجحين مع كونتي، وكونتي قال عدم المساس بلوكاكو. رغم قوة المنافسة في الدوري الإيطالي النسخة الحالية نسخة السنة دي، إلا أنه أغلب وأبرز وأهم نجوم البطولة كلهم مش إيطاليين. يعني لو بصينا على أهم نجوم إي سي ميلان، إنترناسيونالي، اليوفي وغيرهم من الأندية، هنلاقي أنه نجوم الإيطاليين داخل الدوري الإيطالي مش كتير قوي أسماء يعني. ولو بصينا برضو في الدوريات الكبيرة في أوروبا هنلاقي أنه إيطاليا غايبة بقالها فترة كبيرة عن تصدير نجوم زي ما تعودنا نشوف من الكره الايطاليه. هل تعتقد ده ياثر على منتخب ايطاليا، ولا بتشوف العكس ان المنافسه القويه بتصب في صالح المنتخب وتعزز من فرصه في بطوله اليورو؟
سؤال بشكر حضرتك على سؤال السؤال ده. حقيقة اللي احنا عندنا معاناة بالنسبة للعيبة الإيطالية داخل الدوري الإيطالي، لكن هو ده الاحتراف. وزي ما اتكلمنا مانشيني السنة دي عامل حالة كويسة جدا مع المنتخب الإيطالي وبيكسب وماشي بخطة ثابتة، رغم ان عندنا فقر في اللعيبة الإيطالية في الدوري الإيطالي، لكن على الوجه الآخر ان اللعيبة الإيطالية في الدوريات الأوروبية عاملين أداء أكتر من رائع مع فرقهم، ودول بيدوا قوة. لكن لو حضرتك بتتكلم ان في مشكلة في إيطاليا بالنسبة للعيبة الإيطاليين الشباب كنا دايما مشهورين بيهم، لكن للأسف الفترة الأخيرة عندنا أزمة اقتصادية في إيطاليا بتخلي اللعيبة الشباب يطلعوا بره إيطاليا. ولكن احنا مانشيني اتكلم في الصحافة الإيطالية بعد آخر مباراة للمنتخب وقال ان انا معايا منتخب كويس وشباب كويس، لكن الأزمة الاقتصادية انا ما اقدرش اسيطر عليها. بالنسبة لقوة الدوري الإيطالي انا معايا مجموعة بقدر العب بيها، واول ما بشوف واحد او لاعب كفاءة بضم المنتخب حتى لو ما كانش في إيطاليا. فالأزمة الاقتصادية هي اللي عاملة المشكلة الكبيرة دي في اللعيبة. سؤال هطلب منك تكمل اسم بعد الأسماء الثلاثة اللي بقولها من وجهة نظرك طبعا. فترة روبرتو باجيو، أليساندرو ديل بيرو، فرانشيسكو توتي، مين يجي بعد توتي من وجهة نظرك؟ صعب جدا. منتخب روبرتو مانشيني ما عندوش لعيبة كبيرة بالحجم اللي حضرتك ذكرتهم، ما عندناش توتي، ما عندناش ديل بيرو، ما عندناش روبرتو باجيو. للأسف منتخب إيطاليا ما عندوش الجواهر اللي حضرتك ذكرتها. طيب خليني مانشيني بيعمل عمل كبير، لكن ما عندناش للاسف طيب الجواهر دي. انا عارف انك انت بتتابع ماتشات النادي الاهلي، ويمكن في حدود معلوماتي اللي جات لي قبل الفيديو كونفرنس على طول انه حضرتك حتى تابعت مباراه الاهلي مع المريخ امبارح. ايه رايك في فرقه الاهلي السنه دي؟ من وجهه نظرك ايه حظوظ الاهلي او فرصه في تكرار انجازه اللي حققه السنه اللي فاتت بفوز بدوري ابطال افريقيا والتاهل لكاس العالم للانديه؟ الأهلي فريق كبير وعظيم، وأنا بتابع الأهلي من زمان. لما كنت بتفرج على كأس العالم 90 وشفت منتخب مصر، وكنت أعرف جيد جدا مدرب المنتخب، منتخب عظيم وكرة مصرية كبيرة. الأهلي استحالة ما حدش يقدر يتابع الأهلي بتاريخ الأهلي وبطولاته، وأنا كنت مبسوط جدا بالعودة اللي عملها فريق الأهلي امبارح بعد ما كان خسران 2-0 وتعادل 2-2. كانت مباراة جميلة وأنا تابعتها، ودي مش مفاجأة لأن الأهلي فريق كبير وعظيم وليه جماهيره. وأنا بخصوصي صحفي وبسافر أفريقيا كتير، استحالة ما تابعش فريق الأهلي. عن النسخة اللي احنا فيها، الأهلي قادر ان هو يكسب البطولة العاشرة، عارف ان في ماتش صعب مع سيمبا الفريق التنزاني يوم الجمعة، لكن الأهلي صعد خلاص، لكن يقدر يفوز بالبطولة العاشرة. جوفاني بوي الصحفي بصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا على شاشة النادي الأهلي، ونتمنى قريب جدا نشوفك في مصر.